السلام عليكم واهلا بيكم في قناتي سوبر كاوي، معاكم ضهى ربيع بلسان الطيبين. رمضان جانا واهلا رمضان. قررت السنه دي بدل ما اشتري بلانر اعملها بنفسي ويكون فيها التاتش بتاعي. الفكره والتنفيذ خدوا مني حوالي 6 ساعات متواصل، فاكيد هيبقى فيها شويه اخطاء، بس انا مبسوطه جدا بالنتيجه اللي انا وصلت لها. تعالوا نشوف سوا البلانر عباره عن ايه من جوه. اول حاجه بالنسبه للنوت، انا شارياها كده، الوانها جميله جدا والكلام اللي عليها جميل، وكمان ملمسها جميل من الجلد فعجبني قوي فاشتريتها. فهي اي نوت عندكم او اي دفتر عادي هيمشي. يعني نفتح بقى، دي اول بيج انا عاملاها. طبعا الحاجات ديت استنباط، دي ستيكرز وواش تيب، ودي رمضان كريم انا كاتباها. طبعا الصفحه ديت معرفش ان الستامبس او الطبعات هتطبع عليها اليمة التانية، فدي اول ميستيك اصلا حصلت معايا، فالاشكال دي بس طلعت يعني بفايدة مش مشكلة. يعني تاني حاجة عملتها ان هو 30 يوم بتوع رمضان، كتبت 30 يوم وكتبت هيبقى ابدأ من يوم ايه والتاريخ الميلادي 6/5، هيبدأ من 6/5 وهيخلص 4/6 باذن الله. تاني حاجة رمضان فيجن، بتكتبي ايه الحاجات اللي انتي الرؤية بتاعتك بتاعت رمضان، تقربي من ربنا، تجاهدي نفسك، تكتري من العبادات، اللي انت شايفاه، ايه رؤيه، ايه رؤيتك لرمضان، ايه رؤيتك لنفسك في رمضان. بعد كده رمضان جولز، ايه الحاجات اللي انت ناويه تعمليها في رمضان، تحافظي على قيام الليل، تختمي القران، وريفر، تحافظي على اذكار الصباح والمساء. الفيديو اللي بعدها هي الادعيه. دايما الشيوخ بينصحوا ان في رمضان اختاري عدد معين من الادعيه واكتبيهم وادعي بيهم كل يوم، فانا اخترت الادعيه اللي انا نفسي فعلا يعني نفسي ربنا يستجابها باذن الله على اخر رمضان، ربنا يكون استجابها، شفاء امي، اصلاح حالي وما الى ذلك. فدي من الحاجات الجميله قوي انك تحددي لنفسك عدد معين من الادعيه وتدعيهم وتدعي بيهم كل يوم في رمضان، كل يوم بعد الفطار وفي القيام في كل سجده وفي كل ركعه. بعد كده القران، هنا عدد الختمات، كل ختمه عاملاها بطريقه تشدني والون لما اخلص الالوان، وكل ختمه باذن الله يعني هعملها بشكل مختلف عن الختمه اللي قبلها، دي دوائر اللي بعدها الله اعلم هتبقى ايه. والحفظ في رمضان، اختاري سوره او اختاري كل يوم بيج واحده او وجه واحد او حتى عدد معين من الايات، 5 ايات في اليوم، بحيث تبقي ختمتي مثلا سوره على اخر رمضان. سورة البقرة من الحاجات الجميلة جدا 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 واللي بتجيب الخير كله كله، انك تقري سورة البقرة بشكل مش هقولك يومي بس كل 3 ايام، لان سورة البقرة بيقول فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فيعني اي حاجة انت نفسك تتحقق، اي حاجة نفسك فيها، داومي مع سورة البقرة بالنية تحقيق الحاجة ديت، وهتشوفي العجب، هتشوفي العجائب، هتشوفي المعجزات والله بتحصل فعلا. يعني بعد كده صلاة وخشوع، انا كاتباهم بالانجليزي، ركعتين الفجر والفجر، الضحى، ال4 ركعات السنه قبل الظهر، والظهر وسنه الظهر البعديه، والعصر والمغرب ركعتين سنه المغرب، العشاء ركعتين سنه العشاء، التراويح 8 ركعات، وبعد كده اللي حابب يزود التهجد، وطبعا الوتر طبعا اول يوم ما صليتش تهجد عشان العزوم. ودول طبعا ال30 يوم، سايبه 30 ورقه 30 يوم. بعد كده اذكاري، وده شيء مهم جدا جدا يعني ان احنا نحافظ عليه. اذكار الصباح بتبقى بعد الفجر مباشره، اذكار المساء بتبقى بعد العصر مباشره، اذكار النوم، استغفار 1000، والصلاه على النبي 1000، ولا حول ولا قوه الا بالله 100، صلاه على النبي 100 والحمد لله 100 ويا الله اكبر 100، وطبعا 30 يوم. حابين تزودوا اللي انتوا عايزينه. بعد كده صله الرحم، اول حاجه واهم حاجه الفاميلي طبعا، لان هم دول صله الرحم، وطبعا دول اهم ناس بتبداي بيهم، اعمامك واخوالك واخواتك لو انت متجوزه. بعد كده الفريندز، بعد كده الكووركرز اللي هم زملاء العمل والاصدقاء، بعد كده الصدقه. انا عاملاها في ظرف وعامله الايام 30 يوم، يا حبذا في رمضان كل يوم تتصدقي حتى لو بجنيه، طبعا ده شيء مهم جدا. بعد كده لو انت ست بيت او مش ست بيت عادي برضو، المهم انك عليك الطبخ، فالميل بلاننج، هنا اول 10 ايام، تاني 10 ايام، تالت 10 ايام. بعد كده طبعا العيد تشيك ليست، الحاجات اللي المفروض اشتريها قبل العيد، لسان طيبين بقى، ترمس وحمص والحاجات ديت. وبعد كده التوبة، الحاجات اللي انا الباد هابتس او العادات السيئة اللي انا عايزة ابطلها وعايزة اغير منها. انا حبيت ان انا اختار 10 عادات سيئة عندي واغيرهم واتوب منهم توبه نصوحه، مثلا الغضب. كل واحد عارف الصفه السيئه اللي فيه، يا ريت نمسك كذا صفه او حتى صفه واحده ونبدا نبطلها
ونبدأ نبطلها في رمضان. بعد كده خواطر، طبعا الحاجات دي كلها اللي هي الحروف ديت اسطمبات، انا اغلب اللي مستخدماه الاسطمبات. خواطر بقى انا بحب اكتب خواطر جدا، يعني بحب اكتب اللي بفكر فيه، فمخليه بقيت نوت للخواطر ما عدا اخر جزء هيبقى للعشرة الاواخر باذن الله، هعمل لهم جدول لوحدهم لان دول الواحد لازم يركز فيهم جدا جدا جدا. ربنا يبلغنا ليلة القدر يا رب. وكده تبقى البلانر بتاعتنا خلصت. مستنيه رايكم فيها، يا رب تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعله رمضان كريم علينا يا رب، ويجعلنا من عتقائه في الشهر الكريم دوت يا رب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي بعد العيد. مع السلامه.